السلام عليكم، معكم دكتورة سهر الفلاح من كلية العمارة قسم التواصل المرئي والعمارة الداخلية. كلية العمارة تنقسم إلى قسمين، قسم التواصل المرئي والعمارة الداخلية وقسم العمارة. اليوم راح أركز على قسم التواصل المرئي والعمارة الداخلية، وراح أتكلم بالأخص على تخصص التصميم المرئي. إذا بنعرف التصميم المرئي، وإذا بنتكلم على شنو معنى التصميم المرئي، هو خلق رسالات ومحاولة التواصل عن طريق المرئيات اللي هي الصورة والكلمة. ببساطة يرتكز هذا التخصص على الإبداع بشكل أساسي. طبيعة دراسته تعتمد على فهم الـ human communication، فهم طبيعة الإنسان وسيكولوجية الإنسان، وشو ممكن أنا أوصل رسالة قد تكون بسيطة أو معقدة في أسهل الطرق اللي هي الصورة والكلمة. تحت قسم التصميم المرئي والعمارة الداخلية ينطرح تخصصين اللي هم التصميم المرئي والعمارة الداخلية. العمارة الداخلية تتطرق إلى علاقة أو تصميم المساحات الداخلية من المباني وعلاقة الإنسان في هذه المساحات الداخلية. وبالمقابل تخصص التصميم المرئي يتطرق إلى التصميم الثنائي الأبعاد أو 2D design، everything that's printed، كل شيء مطبوع، من تصميم شعارات، تصميم هويات، تصميم أغلفة كتب، مواقع إلكترونية وغيره من الميديا. يعتبر المصمم المرئي ممكن نسميه ستوري تيلر، راوي قصص بمعنى آخر. بداية كل مشروع المصمم المرئي يجمع المعلومات ويجمع البيانات ويعمل بحث مكثف لمحاولة فهم الشريحة اللي يبي يتواصل معها، وبعدها يخلق قصة بطريقة إبداعية. قد تكون القصة مثل ما قلنا مرئية أو مكتوبة باستخدام الكلمة أو الصورة، وبرسان اللي هدف التواصل مع شريحة معينة من الناس. تنقسم مواد التصميم المرئي في كلية العمارة إلى قسمين. القسم النظري اللي هو يركز على فهم المواد النظرية أو المحتوى النظري للتصميم المرئي، ونركز على الجانب النظري والثيريز behind الارت اند ديزاين والهيستوري behind الارت اند ديزاين. بالمقابل المواد العملية تركز على الجانب العملي والملموس. المواد العملية اللي هي الكور ستوديوز مركزة على project based learning، فكل ستوديوز تركز على مشاريع صغيرة أو كبيرة، مشاريع قد تكون واقعية client based أو قد تكون افتراضية تنمي حس الإبداع عند الطالب. بعض الأمثلة على الستوديو كورسز اللي تدرس في قسم التصميم المرئي هي مواد التصميم المرئي ومواد الديجيتال ديزاين نسميها، أو الانتراكشن ديزاين، مثل 3D animation، web design، app design and 3D modeling and movie making. بالنسبة لخطة الأربع سنوات في تخصص التصميم المرئي، في السنة الأولى نركز على اللي نسميها foundational year، نركز على making and experimentation، تعريف الطالب على لغة الفن ولغة التصميم وأساسيات التصميم المرئي. نعرف الطالب على principles and elements اللي هي اللغة، مثل ما قلنا لغة التصميم، وعن طريق مشاريع صغيرة نحاول أن الطالب يتعود على استخدام هذه اللغة كوسيلة للتواصل. بعد ما يتخلص من السنة الأولى الفاونديشنال يير، يتأسس الفاونديشن، ينتقل الطالب إلى سنة ثانية. بالسنة الثانية نركز فيها على الصورة والكلمة، لأن هذه العنصرين الأساسيين في قسم التواصل المرئي. الطالب يتدرب على إنه شلون ممكن أنا أوصل رسالة لشريحة معينة من الناس عن طريق استخدام الكلمة والصورة بطريقة إبداعية وتفاعلية، وتوصل الرسالة المطلوبة إلى الشريحة المراد التواصل معها. بعد ذلك ننتقل إلى السنة الثالثة اللي هي تعتبر تمهيد الطالب لسوق العمل. فمشاريع السنة الثالثة والمواد في السنة الثالثة تركز على سوق العمل. يبدأ الطالب بالتعرف على المشاريع اللي ممكن يشتغل فيها إذا تخرج. بعض المشاريع اللي أختصرها تكون هويات تجارية، تصميم هويات تجارية، منها تصميم الشعار، تصميم المحتوى الشركات، تصميم أنظمة لتطبيق الهوية سواء كانت شركة صغيرة ولا شركة كبيرة، تصميم المنتجات وغيرها من المشاريع. في السنة الأخيرة، السنة الرابعة، يتوسع تعريف أو محتوى المواد إلى مساعدة الطالب لفهم دوره كمصمم على المجتمع.
شو ممكن أنا باستخدام التولز والسكيلز واللانجوج اللي أنا تعلمتها في السنوات الأولى ممكن أن أنا أترك بصمة في مجتمعي، شو ممكن أنا كمصمم يكون لي تأثير في مجتمعي، تأثير إيجابي، وشو ممكن أنا أقدر I advocate for causes that I believe in. فبالسنة الرابعة مرة ثانية تركيزي يكون على الطالب، على فهم صوته كمصمم وفهم تأثيره على المجتمع بشكل أكبر. في تخصص التصميم المرئي الدراسة عندنا تنقسم إلى مواد نظرية ومواد عملية. المواد النظرية اللي هي lecture based ترتكز على تعليم الطالب الجانب النظري من التصميم المرئي والتاريخ الفن والتصميم بشكل خاص. وبالمقابل المواد العملية هي studio classes نسميها، تعتبر مواد 3 hours أو 4 hours studio courses، بحيث أن الطالب يعمل على مشاريع، ينعطى للطالب challenges and projects يشتغل عليها في الـ 3 hours studio time. الستوديو كلاسز عندنا أمثلة اللي هي الكور ستوديوز نسميها Visual Communication Design Studios. بهذه الستوديوز إلى جانب تطوير الفهم الطالب للمادة تدرس softwares معينة مثل Adobe softwares, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Photoshop كtools تساعد الطالب على مثل ما قلنا التواصل، على توصيل المعلومة وتوصيل الرسالة اللي يوصلها. وبالمقابل يتم أيضا تحدي الطالب في مشاريع بحيث أنه يبدأ يطور الفكرة concept making, theme making and تحويل الفكرة من فكرة في ذهنه إلى مشروع مرئي سواء مطبوع ولا animation ولا packaging ولا book design وغيرها من المختلفة الميدياز. هذه في مثل ما قلنا الكور ستوديوز. في المقابل عندنا digital design أو interaction design. في هذه الستوديو كلاسز يتم التركيز على animation, 3D modeling, web design and application design، فيكون التركيز أكثر على user experience تجربة المستهلك والمستخدم و user interface اللي هو واجهة التصميم. بالنسبة لسوق العمل فخريجين قسمنا وخريجين طلبة التصميم المرئي بالغالب يكون التركيز على سوق العمل الخاص أو القطاع الخاص. طلبتنا ممكن يشتغلون في كفريلانسرز كعمل حر عن طريق إنشاء استوديوهم الخاص أو عن طريق الفريلانس براكتس أو في شركات اللي تكون فيها إنهاوس ديزاين ستوديوز مثل الشركات الكبيرة، شركات الاتصال الموجودة في الكويت، أو ديزاين ستوديوز أو أدفرتايزنج ايجنسيز بشكل خاص. بالنسبة للقطاع الحكومي مع تزايد الحاجة إلى صنع المحتوى فالعديد من القطاعات الحكومية توجهت إلى تواجد مصمم or in-house designer ممكن يساعدها في صناعة المحتوى اللي يساعد في توصيل المعلومات اللي مراد توصيلها.